President Trump, Donald, I'm honored to be here today, along with my wife Sarah, Minister Yariv Levin, Ambassador Ron Dermer. Ron, thank you for everything you've been doing. Minister Yariv Levin. والوزير يافيد ليفين. Ambassador Ron Dermer. Ron, thank you for everything. والسفير Ron Dermer. Ron, شكرا لكل ما قمت به. National Security Advisor and our entire الأمن القومي مير بن شبات شكرا لك with Secretary of State Mike Pompeo وكل الوفد الإسرائيلي يشرفنا أن نكون معك هنا سيد الرئيس مع وزير الخارجية مايك بومبيو نصفق لك مايك Secretary of the Treasury Steve Mnuchin وزير الخزانة ستيف مانوشن مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين سفيرة الأمريكية كيلي كرافت جاريد كوشنر وإيفانكا يسرني أن أراكما It's good to see the unfailingly energetic and optimistic Ambassador David Friedman, Jason Greenblatt. أن أرى كل هذه الطاقة والتفاؤل المتمثل بالسفير جيسون غرينبلات براين هوك وغيرهما وهذه الخطة وكل من يدعمها سيدي الرئيس يسرنا أن نكون مع الرجال والنساء من إدارتكم مع أعضاء الكونغرس الأمريكي وهم أفضل أصدقاء إسرائيل في الكونغرس الأمريكي شكرا لكم With the ambassadors of the United Arab Emirates, Bahrain, and Oman, what a pleasure to see you here, and what a sign it portends. I was going to say of the future. What a sign it portends of the presence. ما كم مهم هو هذا المؤشر للمستقبل. وجودكم هنا هو يجعلنا نأمل بالخير للمستقبل. To all of you and to the many distinguished, other distinguished guests who are here today, this is a historic day. ولكل الزوار المؤقرين هنا اليوم، اليوم هو يوم تاريخي. We remember May 14th, 1948. يوم يستدعي يوما آخر تاريخيا. نتذكر الرابع عشر. World leader, من مايو أيار 1948 عندها الرئيس ترومان أصبح أول زعيم عالمي يعترف بدولة إسرائيل بعد أن قام أول رئيس وزراء إسرائيلي بن غوريون بإعلان استقلال إسرائيل هذا اليوم فتح الطريق لمستقبل مشرق السيد الرئيس أنا مقتنع أنه عبر العقود وحتى عبر القرون سنتذكر دائما هذا اليوم الثامن والعشرين من كانون الثاني بالاعتراف على مناطق في يهودا والسمارة التي تعتبر أساسية لتاريخ إسرائيل وإرث إسرائيل تعترف بسيادتنا عليها have charted a brilliant future for Israelis, Palestinians, and the region أنتم أيضا بشرتم في بناء مستقبل مشرق للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة عبر تقديم مسارا واقعيا لسلام مستدام. Israel has yearned for peace with our Palestinian neighbors and peace with the broader منذ نشأة إسرائيل إسرائيل تتطلع إلى السلام مع الجيران الفلسطينيين ومع العالم العربي بشكل عام لعقود هذا السلام لم نتوصل إليه رغم كل الخطط والنيات الطيبة كلها فشلت الواحدة تلو الأخرى لماذا؟
فشلت لأنها لم تصل إلى التوازن المناسب بين مصالح إسرائيل القومية وأمنها القومي وتطلعات الفلسطينيين لأقرير المصير. خطط كثيرة حاولت أن تضغط على إسرائيل لتنسحب من أراضي أساسية كمثلا حوض الأردن، ولكنك أنت سيدي الرئيس اعترفت بأن إسرائيل يجدر أن تكون لديها سيادة على وادي أو حوض الأردن ومناطق استراتيجية أخرى في اليهودة والسمارة، بدلا من التكلم فقط عن أمن إسرائيل والتمني الأفضل. اعترفت بأن إسرائيل لابد أن تكون لديها سيادة في أماكن تسمح لها بالدفاع عن نفسها لوحدها. لفترة طويلة وطويلة جدا قلب أرض إسرائيل حيث صلى الآباء والأنبياء وحكم الملوك اعتبرت أراض محتلة بشكل غير قانوني. أنت سيدي الرئيس اليوم تكذب هذه أو تضحض هذه الكذبة الكبيرة. أنت تعترف بسيادة إسرائيل على كل المناطق في يهوذا والسمراء الكبيرة والصغيرة منها. These are places inscribed in the pages of the Bible. These are places carved into the bedrock of our common civilization. هذه أماكن يتكلم عنها الكتاب المقدس وتعتبر أساساً لحضارتنا. لدينا المقابر المقدسة حيث دفن آباء وأمهات الشعب اليهودي بيتيل وشيلو حيث وجدت منذ These areas and so many others that for millennia have been etched in the soul of the Jewish people. شكرا لك بفضلك سيدي الرئيس. هذه المناطق ومناطق أخرى التي كانت لآلاف السنين مكتوبة في روح الشعب اليهودي، هذه المناطق الآن سيعترف بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على أنها جزء لا يتجزأ من الدولة اليهودية.